السنة اللي طافت سعيد كان دائما يتوتر خلال فترة الصيام، من المغرب كان يفطر على جقارة بدون ما يشرب حتى الماء. الحمد لله سعيد تعلم الدرس زين ما زين وبدأ يخفف التدخين تدريجيا لغاية انه وقف التدخين قبل بداية رمضان. اكيد يا سعيد الاقلاع عن التدخين شيء مو سهل، وضروري في البداية يكون عندك الاستعداد النفسي والامكان يكون رمضان حافز للجميع لترك التدخين. وحظك حلو يا سعيد ان ربعك ما يدخنون وشجعوك انك تودر التدخين، لان دعم الاهل والاصدقاء وايد مهم في هاي الفترة. للأسف الخيام الرمضانية صارت أماكن للتدخين والشيشة، وسعيد صار يتفاداها عشان ما يطيح في إغراء التدخين مرة ثانية أو يستنشق الدخان الضار. أما عن الناس المبتلين بعادة التدخين فأقول لهم حاولوا تلهون نفسكم أثناء النهار وانشغلوا بأعمال مفيدة في البيت. على سبيل المثال حاولوا تساعدون في إعداد الفطور، وكونوا في المسجد أول الداخلين وآخر الخارجين عشان تنسون الجقارة بكبرها، وحاولوا تنامون من وقت ولا تسهرون لأن السهر يخفف ضرات التدخين. ويا ريت من المدخنين يستفيدون من الشهر الفضيل للإقلاع عن هذه العادة السيئة. مبارك عليكم الشهر وعساكم دوم صحة وسعادة.